وقل رب زدني علما، آية كريمة تأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخير عظيم، وهو سؤال الله الاستزادة من العلم، بيانا لعلو مكانته في الإسلام الذي أشرق على الأكوان بإقرأ، والعلم من صفات الله جل جلاله، وهو السميع العليم، وهو طريق إلى جنان الخلد. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم مبشرا أمته: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. والعلم ميراث الأنبياء عليهم السلام، لذلك لما خير سليمان بين العلم والملك والمال اختار العلم، فوهبه الله ذلك وأكرمه بالمال والملك زيادة في العطاء. والعلم نهج الصحابة والتابعين والفقهاء، وكان من دعاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اللهم زدني إيمانا ويقينا وعلما. ودخل رجل البصرة فسأل: من سيد أهل هذه المدينة؟ فأجابوا: الحسن البصري. فقال: بما سادهم؟ قال: احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. والعلم بحر لا ينفد، فمهما أوتي العبد منه يظل في حاجة إلى الاستزادة. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأي خير أعظم من رفعة الدرجات؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويستمر طلب العلم إلى يوم القيامة، فهو عبادة تنهض بها الأمة وترجى بها الجنة. يقول الإمام البصري: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم، تعلموا العلم فإن تعلمه خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة.